كلنا اتربينا من صغرنا على ان الاسد هو ملك الغابة، وكنا فاهمين كمان انه الاقوى على الاطلاق ويقدر يهزم كل الحيوانات. ولكن لما كبرنا اكتشفنا ان الاسد مش ملك الغابة ولا حاجة، واكتشفنا كمان ان في حيوانات كتير اقوى واشرس منه ولكن محدش يعرفهم. من ضمن الحيوانات اللي تقدر تهزم الاسد بكل سهولة هو كلب الماستيف التبتي. كلب الماستيف مش بيخاف اطلاقا ولا من الاسد ولا من اي حيوان تاني، نقدر نعتبره يعني سلالة فريدة من نوعها. كلب تقدر تربيه في بيتك ويحميك من هجوم اي مخلوق على وجه الارض حرفيا. كلب ضخم جدا وشعره كثيف بصورة مبالغ فيها، منظره مرعب لدرجة انك لو شفته ممكن ما تصدقش انه كلب اصلا. واطلقوا عليه لقب اسد الكلاب بسبب قوته وحجمه الهائل. اهلا بيكم، انا محمد جابر، والنهاردة هكلمكم عن كلب الماستيف التبتي، اقوى كلب في العالم. ولكن قبل ما نبدأ ولو اول مرة تشرفونا، ياريت ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات على الكل، وده عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا اول باول. وما تنسوش كمان عمل اعجاب للفيديو وشير لي مع اصدقائكم، واستنوني بعد الفاصل. كل سلالات الحيوانات البدائية قديما من بداية الزمان كانت ضخمة جدا، ومع الوقت حصلت تعديلات جينية وراثية في كل السلالات، اتغير شكلها وبقت اصغر حجما واقل خطورة. ولكن التغير الجيني ده ما حصلش مع كلاب الماستيف التبتي، وده لانها من السلالات البدائية اللي احتفظت بصلابتها وقدرتها للبقاء على قيد الحياة. بينتمي الماستيف لسلالة قديمة كانت بتعيش في هضبة التبت، وبيتصنف كأغلى كلب في العالم، وكان بيستخدمه السكان المحليين قديما لحماية الأغنام من هجوم الذئاب، وساهم السلوك الغريزي للنوع ده من الكلاب في الحفاظ على سلالتهم مهما مر عليهم الزمن. كلاب الماستيف بتمتلك جينات وراثية كتير مشتركة بينها وبين الذئاب، وبتقدر تستحمل نقص الأكسجين في المرتفعات. يعني لو دارت معركة بين الأسد وكلب الماستيف فوق مرتفع عالي، فممكن نعتبر الأسد مهزوم وقبل بداية المعركة كمان بسبب نقص الأكسجين. الماستيف بيختلف عن باقي الكلاب إنه ريحته بتكون سيئة جدا دايما، وده لأنه بيتخلص من ريحة جسمه السيئة دي مرة واحدة أو مرتين بالكتير في السنة، وغالبا المرة دي بتكون في نهاية فصل الصيف أو بداية فصل الربيع، وبيستخدم ريحته النفاذة لتحديد المنطقة اللي بيكون متواجد فيها وبيحرسها، وده كنوع من التحذير للحيوانات التانية بعدم الاقتراب. أما الحيوان اللي هيشم ريحته ويقرب برضه من المنطقة اللي هو بيحرسها يبقى هو اللي جابه لنفسه. كلاب الماستيف التبتي بتنام في النهار وبتفضل صاحية طول الليل. لو عندك الكلب ده في البيت وهجم عليك حرامي، فتأكد إنك مش هتحس بأي خطورة أو إزعاج. كل اللي هيحصل إنك هتلاحظ وجود جثة لواحد ميت قدام بيتك، وهتكتشف بعد كده انه كان جاي يسرقك مثلا. كلب الماستيف هو افضل كلاب الحراسة في العالم على الاطلاق، ولو كنت من اللي بيقدروا يقتنوا الكلب ده فانت حتى مش هتحتاج لبوديجاردات لحراستك. تفتكروا بعد كل اللي عرفتوه عنه ايه رأيكم؟ ممكن ايه اللي يحصل لو دارت بينه وبين الاسد اي معركة؟ ياريت تقولولي رأيكم تحت في التعليقات، ولو عجبتكم الحلقة انزلوا اعملوا اعجاب دلوقتي للفيديو. اما بقى لو اول مرة تشرفونا، فهيبسطنا جدا لو عملتم اشتراك في القناة وفعلتوا جرس الاشعارات على الكل، وده عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا وتنضموا لعيلتنا الكبيرة. كان معاكم محمد جابر، ونشوفكم الحلقة الجاية.